بدوخ والله بدوخ. ايه 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 ليش قاعد تبكي؟ هاي جايز، اهلا بكم في فيديو جديد في قناة انا بيكم. فيديو اليوم حيكون متنوع ما بين حفتح دولابي واستعرض لكم ملابس جديدة اشتريتها. ما اعرف انا مريضة ولا كلكم تسوي كذا لما تشتروا ملابس جديدة لازم في فقرة اللي هو عرض ازياء. فاول شيء حسويه في هذا الفلوج هو عرض ازياء، ويعني مرة عرض ازياء اللي هو بس يعني نوريكم القطع والذوق ان شاء الله يعجبكم. والشيء الثاني حنروح نتمشى في السيتي ووك. لا تنسوا تسووا سبسكرايب ولايك وشير، ويلا نبدا الفيديو. طبعا اغلب الملابس اللي اشتريتها يعني طلبتها اونلاين في الاونه الاخيره اكتشفت انه اغلبها يتضمن اللون الاورنج اللي Is that my new color؟ ما كنت ادري اني احب الاورنج، مره لون حتى ما يجي على بالي، بس لما طلعت في كل اخر ملابسي اللي اوكي كل ملابسي اللي حوريكم هي اليوم طلبتها من موقع تشيك بوينت، حاحط لكم الرابط حق الموقع في صندوق الوصف، وكمان حاحط لكم كود خصمي عشان يعني تتظبطوا معي وكذا. اول شيء حوريكم تيشيرت، طبعا هذا الشيرت لبسته قلت خليني اقول لكم علشان لا تكونوا شفتوه في سناب شات او شيء، اللي ما شاء الله هذا التيشيرت مره عجبني صراحه ما قدرت اقاوم. هذا برضه التيشيرت ثاني مره عجبني، احب الاشياء اللي فيها الوان بالذات كذا الوان اللي تكون باستيل او تكون برايت. هذا اللبس لونه اورنج مو اورنج يعني عادي صراحه، لما شفته اجى على بالي شوفوا هو زي كذا. دحين حلبسه وحوقف وحوريكم وكل حاجه، ما عليكم. بنطلون و كذا زي القميص. لما شفته حسيت لونه يعطيني شعور المالديف، اللي كذا اللي انا في المالديفز وقاعد اتمشى وكذا تحت الشمس يعني دائما الناس يلبسوا الوان فسفوريه في المالديف، ما اعرف ليش كذا ومتشمسين. قلت بما اني متشمسه من الله خليني اشتري هذا والبسه ومسافر يعني ونشوف ايش يجي معانا. حلبسه وحجيكم. ترى شوفوا كذا يجي اللبس تاغام. الصراحه اكثر شيء عجبني فيه انه قماشه مره يعني ما اعرف كيف تقدروا تحسوا القماش من هذا ولا شايفين؟ مره كذا يعني بارد مره وخفيف، فينفع يعني المناطق فيها شمس وكذا. بس الصراحه ما كنت حلبسه مع حجاب اسود، احس كنت ابغى البسه مع ما ادري بيج او كذا شيء يعني يخلي اللبس خفيف، لانه هو مره نيون فلازم يكون باقي الاشياء اللي معاه الوانها خفيفه. وتخيلوا كذا لابسه هذيك الطاقيه حقت البحر اللي او ممكن باكيت هات هذيك اللي كذا اوكي حاطه لكم صورتها يعني ما ادري ايش قاعد اشرح. ممكن تسوي هذيك الحركه اللي تدخلوا جنب واحد من جوا فيصير شكلكم زي كذا تقريبا، عشان ما في اقعد ادخل واخرج الحين، لانه يعني انا كول يعني جنبه زي كذا. ففقره الميوزك والكات ووك. ثاني لبس حلبسه هذا قميص عادي، بس اللي عجبني فيه انه طويل لايك مره طويل كذا قصته هذيك اللي كذا، فاقدر البسه من فوق اي لبس كقطعة زياده، فهمت؟ يعطي شعور ال ايش اسمه كارديجن جوليه ايش نحتاج من نوله في هذه الحلقه. عندي سفرات مره كثير جايه فهذا مره حلو، حتى اقدر يعني مو شرط للسفر اقدر البسه هنا كذا مثلا وانا رايحه العب في ملاهي او شيء، فيخليني كذا مره اتحرك واكون على راحتي. هذا هو القميص الثاني، فهمتوا ايش قصدي ستايله؟ فكذا يعني يخليكم تحركوا من غير ما تطفشوا. مثلا لو كنتوا طالعين مثلا شاليه او كذا تقدروا تلبسوه مثلا على شورتس كروب توب معاكم كذا هات كذا كاب. الستايلات الكوريين تعرفوها مره يجي جيد. انا صراحه احب قمصاني مشمره شويه تعطيني اكثر كذا يعني كاجوال. وي 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 طبعا اللبس اللي بعده هو هذا برضه فيه الاورنج، هذا مو اي احد يقدر يلبسه ترى. الاشياء اللي تكون فيها رسومات كثير او كذا لون مره صعب تطقيمه الا كذا يعني يعني في شعره خفيفه بدل يطلع شكله وات از جوينج اون في كذا مره لخبطه، وانه يطلع سو كول كذا وستايلش. صراحه لسه ما طلعت له تطقيمه، بس حلبسه بالذكر عشان اوريكم شكله كيف. انا قاعده اميل للستايلات الكوريين، ما اعرف نفسي احط لكم هنا صور اللي كذا دائما يلبسوا كابس وكذا قمصان اوفر سايز كذا معاهم كافي وكذا، انه احنا نمشي في الشارع احنا شكلنا مره حلو بس احنا كذا نمشي كل يوم. I woke up like this. احس انه مره ستايل صيف فهمتوا، فتقدر تقفلوه وتقدر تلبسوا جوا تيشيرت تخلوه مفتوح، بس احس دائما ابغى اخلي الالوان اللي جوا مره الوان محايده، ما ابغى كذا يصير فيه كثير اشياء. بس الصراحه حلو احس كذا الوانه مره تجيب الحياه. واذا تحبوا هذيك الستايلات اللي كذا مثلا تربطوه تخلوه كروب او يعني كذا يعني انا قاعد انصحكم كلكم حتاخذوا هذه الملابس بالذات. اللبس اللي بعده الصراحه هذا اكثر
اكثر قطعه عجبتني في الشحنه كامله. ليش؟ اي لبس يكون شكله غير اعتيادي، يعني مو مثلا قميص او جاكيت او بنطلون، لا يكون فيه شيء كانه شيء مخيط في شيء او كذا، يعني فيه ستايل مو اعتيادي دائما كذا يزغلل عيني اللي اي وونت ذس. فهذا قميص اعطاني الصراحه هذا الفايب. الحين حلبسه حوريكم، هو من دحين بقول لكم هذا القميص حلبسه الين تكرهوه وتكرهوني معاه. شوفوا كانه هذا الاخضر قطعه وجوه في قميص ابيض، فهمتوا؟ بس لا هو كله مع بعض. يعني كنت اتمنى صراحه اني اقدر اسحب هذا اضيقه اكثر انه يكون زي كذا، بس كذا ستيل كول يعني انه كذا عندي اشياء خارجه من هنا واشياء خارجه من هنا، احس بطلع فيه في فيديو كليب ماني كذا، احس ابغى اسوي فيه شيء. طبعا زي ما قلت لكم هذه ملابس مو كلها يعني ضروري البس عليها مثلا طرحه سوداء او هذا اللون من الجينز، بس عشان هذا اللي انا اريد لابسته، يعني لو فتحنا دولاب الطرح وقعدنا نطلع طرحه تناسب كل لبس ما حنخلص صدقوني. طالع تخيلوا نفسي اروح انام فيه. ما احس اني ابغى افسخه، مره عاجبني، احس يشبه شخصيتي كثير. وبس والله اذا عجبتكم اذا عجبتكم الاشياء اللي طلبتها من تشيك بوينت، شوفوا حتى هذا القميص برضه من تشيك بوينت برضه اورنج، بس يعني كذا قميص عادي. زي ما قلت لكم حط لكم الرابط تحت صندوق الوصف، وكمان حط لكم كود خصمي عشان تطلبوا ملابس حلوه زي ملابسي. والحين جت فقره اللي نجهز فيها ونحط ميك اب واشياء وزي كذا عشان نروح فين؟ سيتي ووك. عشان جاتني تعليقات مره كثير على الفيديو اللي قبل هذا اللي سويت فيه الشوز معدودة، انه ليه ما لبستي الشوز؟ ما شفناكي وانتي لابسته، فهمتوا؟ فانا قلت اوكي، فاليوم حلبس الشوز وحروح فيه ستي ووك، حلبس وحوريكم هو. شوفوا انا بروح امشي واسوي نفسي اني ما اعرفكم وشوفوا كيف شكلي وانا جاي. واوريكم انا كامله مع الشوز. هذا السايد الشوز الفرد اللي انا سويتها، عارفين انت يمكن انا لاحظت واك بس عشان امشي الشوز حقتي. وهذا الشوز اللي سويته مودة، بنهار انهيار الزبده. بروح امر اخذ مودة، بعدين حناخذ صاحباتي الثانيه اللي ما ابغى اقول لكم اساميهم عشان تتفاجئوا. سووا نفسكم ما شفتوا صورتهم في الثمنيل، اوكي؟ باي. سب 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 دوبنا وصلنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اخذ سيارتي، مره كنت شايله هم اللي ما في حل اوقفها، ودحين جالسه بدور بينه في وسط الشارع. شوف واقف الرصيف، السيارات قاعده تمشي، اللي بدخل مع صاحبتي. ياي وير هير. طبعا اكثر شيء محمسني اني قاعده هايط على مودة، علشان السنه اللي فاتت لما كان في سيتي ووك مودة ما كانت فيه. السنه اللي فاتت ايوه، وجينا وصورنا فلوج وزعنا على الناس فلوس. يا عيون الله يسعدك. وانت في بريطانيا؟ والله اللي اوريكم واحدة مرة كتكوتة اول مرة اصورها في قناتي كلها. في رقصة كاملة سوتها وخبطت الناس، يا الله. واضح الفلوق هذا من دحين واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله، قولي لهم بسرعة سبسكرايب لايك شير. لا سبسكرايب لايك شير جو. كفو. جاء فجأة اوت اوف نو وير يقول لنا مسابقات. وش سؤالك؟ احنا فين في الخريطة؟ دانا خريطة عشان نكتشف احنا فين؟ وانا قلت له احنا فين وما عجبه، قال لي غلط. احنا هذه البوابة بس ما في هذه الاشياء الحدايد. طب جرب يقولي له وشوف ايش يقول لك. هذه صح؟ برضه لا. سحر سحر. شوفي احنا جنب الموية هذه. وين الموية؟ تعال اغششني. طيب شوفني. ايوه هذه احنا هنا. شوفيني هنا. احنا وين؟ برضه لا. احنا موجودين. انا حاسه ان هذه الخدعه. طب يلا انت قول. احنا تعبنا. هنا هنا هنا. انا كنت بقول كنت حاسه بس تخيلوا عندهم رولر ديسكو زي اللي نلعبه في دبي، رول دي اكس بي، مره حلو. احبه بس يعني ان شاء الله ما نتفشل انترناشونال، نتفشل جوا وبرا. شوفوا كيف بينو كسرت رجلها في السيتي واك. تمام خليكي ما انا قاعده اقول. شوفوا بينا وهي تطيح. تكفين مو اليوم، ملكه الاصابات. بنات ذيك المره من دي طيب، لانه هذه السياره وشال كل جلد بطن. في واحد راكب سياره دكتور بوري يقول لي اخويا دق على الاسعاف قدامه زي كذا. بينو تكفين اليوم، ما نبغى حوادث. طيب ان شاء الله. لا يا ها لا 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 فجأة. بنات انا ابغى هذه اللعبه باربيكيو يارد، انا ابغى هنا اقعد. هي وانا ماشي سكوت حسيت كذا كباب. والله مره نفسي بموت من الجوع. ما لعبه ايش هذا؟ تبي تروح النافوره الا لعبه صح؟ لا ورب هذا مو لعبه تتمشي. لا يا بنات تطلعي بعد تنزلي. ليش بتخشي بالنافوره؟ ليش بتخشي بالنافوره؟ الحماس
حماس روان مطلوب طالع بنشوف كيوت كيوت كيوت. ايش هذا المنظر؟ دقيقه انا قاعد اشرح انه كيوت المفروض تسوي شيء كيوت. نور القلب يا جماعه 100% حصور معاها فلوج قريب، ترقبوا ان شاء الله. الله وصلنا المكان. شوف الديسكو بوب قديش كثره. ليه فاضي؟ حنتفشل. ايه قارن ورا اب ورق. طالعوا هذه من متابعات الجميلين. قولي هاي حبيبي الله يسعدك. شوفوا قاعدين يشتروا بلوفرات عشان يقدروا يتزلزوا. اشوف ايش اخترتي. واو اوف كمين تقهروا مره. قالوا بيض التونه محل سري. واو بنات تخيلوا بدوخ والله بدوخ. الله مرقيح. بيكا بحسب والله مستر فيها غالي هنا يا عيال. استنوا ماني عارفه فين نهايه المحل وفين بدايته. عادي اجي هنا ولا ايش؟ بنات حتطيحوا. ايوه اسمي صوت روان كانه تراضيع والله مره حلو. قاعدين نلبس كل البروتكشن مالشيا. هنا شوفك واو شكلي ودودة. ليه مو حلو؟ دحين اوريك شكلك. اسمعوا نصبت خصلتين على ما اطلع حلوة. دائما لما نكون في دبي يكون فاضي فما يفشل. هنا مرة يفشل لو طحنا قدام الناس. يلا يا بنات يلا بسم الله بسم الله. حبة حبة يا بنات ما عندنا شيء نثبته. حبة حبة بسم الله. يلا يا روان كفو كفو كفو. روحيتي واستنيني واستنيني. وين راحت روان؟ ما اقدر اوقف ما اقدر اوقف. مستوعبين انه انا قاعدة اشغل الكاميرا واسوي نفسي انه انا مشغولة طول الوقت عشان بس لو طحت ما تفشل. وقفيني وقفيني ما اقدر اوقف. فجأة تصرخ روان فجأة تصرخ. روان ليه صرختي؟ والله يعني الوضع مره مو حلو وانا الناس قاعدين يعرفوني. في ناس قاعدين يسووا لي مع السلامه من بعيد بس سووا نفس الحركه بس ما تيجي تطيح. شوفوا بينو راحت لبست عن صف واحد عشان ما تبغاهم اربعه زينا. شوفوا بينو الفنانه. طبعا خلصنا فشاير وعنقلة وجينا فين يا مودع؟ قرية الانمي. مبسوطة من اول نبي نروح الانمي بلج. لا لا سما انا جبتها ما عليك. انا الوحيدة اللي ما جيتها. يس بالضبط. الله والله كانكم في عالم ثاني مرة حلو. كونيتشوا. الله والله لا 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 ما نبي ولا احد يتشقلب. ماني فاهمة ولا شيء. ماني فاهمة ولا شيء. اتاك اتاك اون تايتن. ايش بس ما ودي ان تقول لي الاشياء. هذا بيكاتشو يسمو بيكاتشو يسمو اسمي. واو مرة حلو. كونيتشوا. الله بنات انا ما اتابع هذا الشيء بس احس انه مرة حلو. واو انا قاعدة على التراب. شوف الحصان. واو شوف هذا حقهم الرداء. انا اعرف ايش نزيحك من نولة. طيب انا مرة عطشانة والمشروبات قاعد تقول تايتن تايتن. ايش الهرجة؟ هذا العملاق المؤسس. ايش يعني ايش فيه رجوع العصير؟ طلعت العصيرات هذه اللي مقود مبسوطة فيها كود. وكمان واحد كود بطيخ. ايش سووا هذيلا؟ في ار؟ احنا نقدر نتفرج. تعالوا رنا فضحتنا قاعد تصرخ عشان هو يتحرك كانه حصان. اللي جنبها مره متحمس الين بريشه كذا حاجه. شوفي واو جو عملاق. يا رنا بسرعه يا رنا بسرعه. دادوني بليز اس اس. تصرخ رنا. تضرب مين تضرب مين؟ اوه ماي جاد.
ماي جاد جاء وقت بيت الرعب. ايش هو هذا؟ يعني من عم يخوف اللي يضحك؟ يا الله سووا مشهور قاعد يصير مع السلام. ايش عم يضحك؟ هنا عندنا اول شيء شرطه بعدين محكمه مع سجن. هذا لحالك تروحي توقيف. هناك مدرسه او مصحه نفسيه. بنات مصحه نفسيه ومدرسه يخوف اكثر. قلت مدرسه بعدين مصحه نفسيه. عادي يخشهم كلهم؟ ايوه. يلا سبسكرايب لايك شير كفو. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش ايش في ايش في فلاس؟ بنات كل شيء يخوف. في شرطه هنا. ايش في؟ بدي اعرف بدي اروح. انا سامعك يا ولد انا مالي صلاح والله مالي صلاح. خليه يبلعك. اسمع في فان قال بينو كيف حالك؟ قال له كذا راح مشي الفان. لازم تجرب تمسح وجهك. الله يخليك مره يخوف. بسم الله يا بنات في ناس مكسوسين هنا. ليه؟ يده فكت. هذا ويش؟ لا 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 خلاص انت حتجي معانا البيت خلاص. بسم الله بس كذا يعني انا ما حصور. لا تاكي هنا ايش والله زي اللي ينتش الاشياء من جيوبنا في المدرسه. لازم بموت اللي كان لابس مريول. ليه لابس مريول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. دحين حنروح المصحة النفسية. من المدرسة على المصحة النفسية ترتيب كويس للحياة كلنا مرينا فيه. من المدرسة على المصحة. وي ايش هذا؟ دحين بنروح الثلاثة كذا كلهم ورا بعض. ايش بتسوي في نفسنا؟ يلا بينا يلا ما ادري شايفه خلاص انت المتهمين. انت متهمه؟ انا ايوه. علاش متهمه؟ انا القاضي. هيعلقك؟ اعلقك انت. لا تفهمي ولا وقف عقلها. وقف بعد الالعاب مجلس العربي. مصره ان انا مو متهمه ابدا. جاهزين؟ ما عليك اكيد. ايوه ان شاء الله. ايش 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 ليش على رجولنا؟ ليش؟ بسم الله. احنا في تستاهل تستاهل ما تستاهل. لا ما تستاهل والله ما تستاهل والله ما تستاهل. اتس اوكي ربنا يسامح ربنا يسامح. ايش بك ايش بك؟ مره جري مسافه طويله على انه يفجعنا. وانا جاي من بعيد يا سادتي في بلادي امسي درب طويل والخاك. الله 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 حنحبس احنا. خلصنا خلاص خلاص مصرين خلاص متاكد متاكد. بينو تحاول تروي يده. بسم الله بسم الله. ايش في كيف سوى كذا؟ ايش تبغى ايش تبغى؟ خلاص خلاص مره كانه مقلقل. انا قلت لكم اليوم في واحده حتعور نفسها صح؟ من الشبشب باين من الشبشب. دف يا بي يا لطيف يا لطيف. لا 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 روان روان روان.
الله 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 ما كنا شيء صار. بس اسمع والله انت لما تدفيه هو يتوازن، لا يتوازن، انت اوقفي عليه بالرجلين بس اذا حسيت انك ما انت قادره اوقفي عشان ما تطيح. بالله شوفوني اطيح. يلا خايفه؟ يلا وي في مداهمه، مداهمه في الصغيره. انت قلتي ايش قلتي؟ مننا. هذه اللعبة خشت في راسهم وخلتهم يقرروا انهم يخلونا نركب العاب. ما شاء الله، وش اللعبة اللي اخترتيها؟ هذه اللعبة اللي يبونا نركبها. شايفين؟ شايفين حنطلع لما فين ونشقلب؟ اه يا راسي يا راسي يا راسي. والله خشت بلبل ولا اني لا امزح. سالم قاعد ينادينا طلع بيدخلنا عند اللعبة عند محل الموية. هذه كانت شكلها مع الموية ولا ايش؟ انا ما حخش محل فيه موية. هذه مع الموية ما نبغاها. كلها عمرها خمسة. شردوحة اليوم بينو شردوحة. رجع ماني براجع. Place all of these items into the blue bins, guys. ليش قاعد تبكي؟ وبكذا كم وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى يا بلكم انبسطتوا واستمتعتوا وانفجعتوا معانا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايش في مناطق، مو مناطق يعني أماكن تبغوني أزورها مع مين. وكمان تسووا سبسكرايب ولايك وشير. كان معاكم مرام بيكو وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. باي.